تعرفون جيدا وتعرفون المباريات الكبيرة التي قادها ماغيت اندياي خاصة في دوري الأبطال أو في كأس الكونفدرالية وحتى على مستوى المنتخبات. بينما كورة وفرصة خطيرة بإمكان المنتخب المغربي افتتاح باب التهديف. أشرف حكيمي ماذا يفعل في نهاية المطاف؟ تخرج إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. يوسف أنصيري للعب الكرة من الجهة اليسرى مباغتة، لكن جوناتان ناتامانا يتصدى قبل أن تصل لأشرف حكيمي. الصورة مرة أخرى، أنصيري وهكذا واسلوب وحيد خليل وزيتش. الاربعه 2-3-1 يوسف انصيري يلعب الكره المشارف في منطقه الجزاء. تسديده العلي وسدد من خارج المنطقه. مشاهدينا الكرام، يعطيك الانطباع المنتخب المغربي انه يريد ان يضغط مبكرا ويريد ان يسجل مبكرا حذري من هذه الكره من الجهه اليمنى لعناصر المنتخب البروندي. اعتنق اللاعب ناصيري يرفع كره، لكن التغطيه الدفاعيه بعد ذلك. قلت لكم بان بوروندي سيدافع، بوروندي سيدافع بشراسه. تصل الكرة على الجهة اليمنى، إمكانية تسديدة. التعادل المخيب أمام موريتانيا، ولكن اليوم عندهم كل العوامل والمعطيات التي ستمكنهم من الانتصار إن شاء الله. تلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي. الرأسية مرة تالية، الكرة المرفوعة بهذا الشكل والضربة الرأسية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. واحدة من الأسلحة المهمة كذلك الكرات الثابتة لما تلعب فوق، بأن وحيد خليل وزيش رجع حكيمي أو اللاعب زياش كصانع لعب. تصل الكرة على الجهة اليمنى ناحية حكيمي. ماذا سيفعل حكيمي؟ عرضية غير معقول. العارضة تحرم يوسف أنصيري من فرصة افتتاح باب التهديف. يا سلام على هذه العرضية منك يا حكيم. الركنية، دعونا نتابع الضربة الحرة. رشيد العلوي فعل مرارا مع فريقه أونجي. الحكم يعطي الإشارة. العلوي، العلوي سدد. هكذا جول، وجول، 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 جول، 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 جول للمنتخب المغربي. المتابعة، وأي متابعة لهذه الكرة مشاهدينا الكرام. بعد الأولى للعلي والمتابعة من نصير، أم من سنتابع لهذا مرة أخرى مشاهدينا الكرام؟ نصير المزراوي من تابع الدائرة الأيمن. قلت لكم بأن المعطيات اليوم هي في مصلحة المنتخب المغربي، وقلت لكم بأن الكرات الثابتة اليوم قد تكون حاسمة. نصير المزراوي هو من حسم بعد التسديدة القوية. قذيفة أرسل العلي ومتابعة من جوناتان، لكن يقتنص نصير المزراوي أمامنا على الصورة. أول أهداف بالمناسبة مع المنتخب الوطني، أول الأهداف هنا بالعاصمة البوروندية بوجامبورا. نعم، جوناتان الذي قاوم كرة رشيد العلي، ولكن لم يقاوم هذا الحضور وهذا التواجد للاعب نصير المزراوي. شوف الإعادة، شوف الإعادة. مرمى ياسين بونو، طبيعي ومنتظر بأن منتخب بوروندي سيحاول الرد وسيحاول الخروج بحثا عن هدف التعادل. هاي الصورة، وهي يلزم الضغط على حامل الكرة هنا، يلزم الضغط يا يوسف ينصيري حتى لا نفسح المجال لبوروندي للتقدم أكثر. أوه ركنية، هذه الركنية التي يجب الحذر منها، لأن لاعبو بوروندي يعرفون بأن الحل الوحيد لتهديد مرمى المنتخب المغربي هي الكرة. حكيمي، شوف الطريقة التي يتبادل بها الكرات عناصر المنتخب المغربي. هذه العرضية الرأسية، جول. أنصيري ماذا ضيعت؟ أنصيري ماذا ضيعت؟ إمكانية الجول، إمكانية الجول. أخيرا يا أنصيري تسجل الهدف الثاني. جول بعد لعبة جميلة وبعد هجمة منسقة، يختم يوسف أنصيري بالهدف الثاني. سدد الأولى وسدد الثانية والثالثة كانت ثابتة. سنتابع لعادة مرة أخرى فرحة المدرب وحيد وكذلك مصطفى حجي بعد هذه العملية المنسقة التي ختمها يوسف. ميدان، شوف طريقة نقل الكرة والتبادل بين اللاعبين في غاية الانسجام. انطلاقة من حكيمي، ماذا سيفعل حكيمي؟ العرضية، فرصة، هدف ثالث يضيع. في كل مرة ينطلق فيها حكيمي وفي كل عرضيات حكيمي، وهذه نقطة التحول اليوم للمنتخب المغربي. الجهة اليمنى مع وجود لاعب أشرف حكيمي كجناح وليس كدائما. تلعب الكرة مرة جانبية،
حذاري من مثل هذه التسديدات. سيدريك أميسي ومن جرب حظه من خارج منطقة الجزاء لاعب التاون السعودي للضربة الحرة اللي فايدت هي المنتخب المغربي في دار مدافعين. ينطلق اللاعب رشيد العلوي، ماذا سيفعل؟ لمسة راية رشيد العلوي بالي اللاعب حكيمي، وحدة ممتازة حكيمي وضعية التسلل، حكيمي في وضعية التسلل، راية مرفوعة، ثلاث لمسات أربع لمسات بين منطقة سريعة، فرصة وجول 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 وجول. روعة يا حكيمي، روعة يا حكيمي، أي طريقة هذه وأي انطلاقة هذه وأي تسديدة هذه. ذكرتنا بتألقك في ليلة الأبطال، ليلة النجوم مع المارد الأصفر بروسيا دورتموند. الانطلاق من أروع ما يكون، والتسديد كذلك من أروع ما يكون، الكرة تستقر في المرمى. اليوم يومك يا حكيمي، واليوم اكتشفناك كجناح أيمن كما اكتشفناك كذلك كجناح. روح أنك وضعت في الثقة في الجهة اليمنى كجناح وليس كظهير أيسر، لأن لما وضف وحيد كظهير أيسر حد من خطورة وسط الكرة. الجهة اليسرى لعناصر منتخب بوروندي، فرصة مرة جانبية، هذه أخطر كرة لمنتخب بوروندي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، مرة جانبية لحسن الحظ. شوف الإعادة، شوف الإعادة مرة أمام كل اللاعبين، سدد في نهاية المطاف لاعب البوروندي إينوك البديل، إينوك البديل باليسرى سدد مرة جانبا عن مرمى الحارس ياسين بونو. في هذه اللحظات